جينا من سوسة باش نتفرجوا في التخميرة. ملا تخميرة وملا تخميرة وملا جينا. محليها سهرية خفيفة محليها. والدورة هذه بالذات سميها أنا بقطع النظر على الاسم الفني دورة توفيق البحري الله يرحمه، نسميها دورة الإصرار. ونحن هنا أقل حاجة نعملوها أنه نعترف بجميل هذا الرجل. أهلا وسهلا بكم، احنا توا قدام الكراكة في حلق الواد، فما برشا حس، فما موزيكا ماشية وحركة، فما خلود اليوم؟ اليوم أسامة فما الدورة 48 من مهرجان البحر الأبيض المتوسط، والدورة هذه أسامة ماهيش دورة كيما كل الدورات، على خاطر دورة السنة اللي هي دورة توفيق البحري. ويحكيوا عليه البحر الأبيض المتوسط هذا اللي هو معناتها من أكبر المهرجانات، وهو ثاني أكبر مهرجان في الضاحية الشمالية وفي تونس. اليوم باش نسمعوا برشا موزيكا ومسرح وبرشا حاجات هكا في البرمجة. اكزاكتومون، ثم برشا حاجات مزيانة، وسهرة الافتتاح اليوم باش تكون مع عرض التخميرة. أكيد ثم برشا جو، برشا شتيح، برشا صغاريت، برشا بخور، فاحنا اش قاعدين نعملوا لهنا؟ باش كندخلوا خيرة؟ فازي يلا. ولا. جمهور حلق الواد العزيز، زغريت عليكم وعلى هذا اللي شو كلكم معناه نواب مش نمشيو معنا في هذا. عرض التخميرة في افتتاح مهرجان الكراكة في دورته 48، عملتوا جو شيختوا اليوم؟ شيخنا الحق نتاع ربي، عملنا جو ومراد يعطيه الصحة والفرقة نتاعو الكل، ونشكروهم وعملنا جو ما شاء الله، إن شاء الله في عودة. تقييمك للافتتاح قداش تعطيه على 10؟ ورأيك فيه معنا بصفة عامة؟ بالنسبة لي إني نعطي ماذا بيا 10/10، خاطر عملت جو برشا. شتحت وغنيت؟ عملتهم الكل ما شاء الله شيخنا. باش ترجع للعروض الأخرين؟ قدرة ربي إن شاء الله، بقدرة ربي نرجع. دونك مهرجان الكراكة في دورة 48 اختار تكريم الممثل القدير توفيق البحري، اللي هو معناتها ممثل أكيد في قلوب الناس الكل، بالضحكة بالتمثيل متاعو، حاجة مزيانة اليوم أن نشوفه معناتها ممثل يصير تكريمه في مهرجان الكراكة. صحيح والله، الله يرحمه، هو ضحكنا كبار وصغار، وإن شاء الله الله يرحمه وطول راح نتفرجوا فيه من اللي كنا صغار لتو. وحلق الواد عادة ديما الجو في الصيف هكا، ديما حفلات عروض تنشيطية، ديما هكا جو في حلق الواد؟ الحق اني اول مرة نحضر في الكراكة، يعني في حلق الواد. انت بنت حلق الواد؟ لا. منين جيت انت؟ جيت من مكنين. من سوسة سبيسيالمون؟ اي. مهرجان الكراكة؟ اي، جينا من سوسة باش نتفرجوا في التخميرة. مهرجان حلو، وبالاخص الافتتاح اليوم سلة 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 سلة، ملا تخميرة وملا تخميره وملا جو. شيختو عملتوا جو وشتحتوا؟ سهريه رائعه رائعه رائعه، يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم. شنو تحب تقول اداره المهرجان؟ والله يعطيهم الصحه، معناها مهرجان منظم نظيف متامن حلو عسل، معناها يستاهل واحد حتى باش يضحى عليه ويقعد حتى ماضي ساعة تاع الليل. والله العظيم الفايدة أنكم تفرهت. الحمد لله يا ربي، الحمد لله، نحينا ستريس نحينا ستريس. كيفاش كانت الحفلة اليوم؟
باهي والمرة فرحت شخت فرحت شخت. ان شاء الله اخويا ديما فرحانين وش نقول لك هذاك هو ان شاء الله ديما فرحانين نحن توانسه. اش تقول المدام في المناسبه هذه؟ اش نقول لها؟ ان شاء الله كل عام هي حي بخير وان شاء الله ديما فيما احسن والحمد لله. هي عشيره عمرك وهو عشير عمرك بالطبيعه. ان شاء الله ربي يداوم عشرتنا 27 سنه عرس وربي يفضلنا وليداتنا. ورايكم في الافتتاح؟ والله ما احلاها سهريه خفيفه ما احلاها. ان شاء الله ان شاء الله ديما ديما هك. مدام زهرة مرحبا بكم معنا اليوم في مهرجان البحر الأبيض المتوسط. اليوم الدورة 48 من المهرجان وأبار أنه الدورة 48 هي دورة توفيق البحرية الله يرحمه. كان تحكي لنا شوية على أجواء الافتتاح سيرتو دورة السنة بالذات خاطر هي دورة المرحوم توفيق البحر. ساعة الله يرحم تتورة وفي القلب وما ماتش قبل كل شيء. أنا دوب ما دخلت بالحق شدتني العبرة. أما صحة لي محلية الفنان يتوفى ويخلي اسمه وأهم كل شيء يخلي محبة الناس لي وأحلى 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 من هذا الكل. بادرة ولفتة كريمة من مدير مهرجان خونا الأستاذ حبيب المنصوري اللي ذكر توتو توفيق بالحق. نتمنى على ربي يكون رسالة تكون الحكاية دي للوسط الفني المعشر الفنانين الكل انه نحبوا بعضنا ونعترفوا بجميل بعضنا كما عمل سي حبيب المنصوري. كان أصيل وخلد هو اسمه خالد في تحصيل الحاصل تطورة وماهوش معناها مرهون في باش نذكروا له اسمه في مهرجان اسمه خالد. لكن انه يجي عبد من بعده ويذكره ويعمل له مهرجان خصوصا قيمه مهرجان البحر الابيض المتوسط راهو ماهوش اي مهرجان سامحني ماهوش مهرجان بودورو ماهوش مهرجان في زنقه ماشي باش يكون دولي قريب يغلق 50 سنة المهرجان هذايا وتعرف شنية اليوبيل الذهبي 50 سنة قريبا مشي ولي دولي. دونك أنا نقول غدوة لينا والدورة هذه بالذات سميها أنا بقطع النظر على الاسم الفني دورة توفيق البحري الله يرحمه نسميها دورة الإصرار دورة التحدي. اللي نفهمه من كلامك اللي الاختيار كان صحيح بدأ بالافتتاح اليوم في المهرجان اللي هو كان بعرض التخميرة. التخميرة للأستاذ مراد باشا زاد عرض مشهود له بالكفاءة ومعروف موسيقيا وفنيا ودار برشا بلدان وبرشا ولايات وقاعد يعرض وأكبر دليل أنه وزارة الشؤون الثقافية مأمنة به وهذا دليل واضح على اختيارات الوزارة واختيار خونا حبيب وعرض عائلي بامتياز. هذه يدخل في صلب عراقة واختيارات المهرجان للعروض اللي باش تكتشفوها كلها عروض عائلية. سيدة حبيب اليوم سهرية الافتتاح بصراحة أنا بيرسونيلمون نعطيك 10/10. شكرا. على خاطر برشا جو، جونا العروبي، ريحة البخور اللي تفحفح في حلق الوادي الكل. دونك تحكي لنا أنت أصلا على الفكرة كيف جاتك من الأول بعرض الافتتاح بعرض التخميرة. هو كيف ما كنا نحكيه المهرجان هذايا اللي مازال صامد الى حد اليوم عمره اكثر من نصف قرن تقريبا عفوا نصف قرن ما مشاش ما حازش لعالمين على اليسار فبالطبيعه باش تلقى هذه العروض اللي نحكيوا عليها تو. عرض التخمير انا تفرجت فيه ولقيته انه عرض فيه فكر فيه عمق فيه بحث. مراد باشا حاول بطريقه او باخرى ان يمجز بين بعض الانماط الموسيقيه مع لوحات راقصه متناغمه جدا مع سينوغرافيا جميله جدا فعرض كما هكا يشرفنا احنا ان يكون على مهرجان كراكة. هذا المهرجان الذي كما قلت يصر على انتقاء العروض انتقاء ينجم يكون قاسي نوعا ما حتى على بقية الفنانين ولكن نحن هذا الخط التحريري اللي اخترناه لهذا المهرجان ومواصلين فيه بقدرة ربي وشادين صحيح رغم الصعوبات رغم العراقيل كما نقولوا عارضين على اللحم الحية وشادين صحيح انه هذا المهرجان سيبقى مهرجان الكراكة
الكراكة مهرجانا للفول للفنانين والمسرحيين ولكل فنان صادق، لا للتجارة لا للبيع والشراء بأي فنان وبالمواطن. والمواطن التونسي أنا نقول، يقولوا أنه المواطن التونسي يمشي كان للشيخة والجو، لا أنا نقول بهذا المهرجان نبرهنوا أنه المواطن التونسي يعرف يختار، المواطن التونسي كيف يجي يعرف يحكم ويعرف الشيء اللي يحب عليه هو، حتى ولو يتماشى ويتفاعل مع بعض العروض الأخرى، ولكن ما فماش أذكى وأصعب من هذا المواطن اللي كما قلت لو كان نتلهاو به شوي أكثر، لو كان نغذيوه أكثر بمثل هذه العروض باش نلقاو إقبال جماهيري كبير من جديد على هذه العروض اللي كانت هي لتأثث افتتاحات مهرجان كرتاج، كان يفتتح كل سنة بعرض مسرحي كبير المنصف السويسي إلى غير ذلك. فسعداء جدا بهذا الافتتاح، سعداء جدا بهذا الإقبال الجماهيري اللي فاق التوقعات، سعيد جدا بالفرحة الجمهور اللي خارج العباد تضحك زاهية متفرهدة وراضية على هذا المهرجان. أكيد معناتها أنتم رهنتوا على المسرح كما رهنتوا على العروض الفنية، وقلتوا اللي المهرجان في دورة 48 ماهيش باش تكون عروض تجارية بقدر ما هي عروض ثقافية لاستقطاب معناتها المثقفين، لاستقطاب معناتها وللفرحة مع أولاد حلق الواد. في الدورة هذه البرمجة معناتها كانت تحكي لنا عليها شوية، أهم العروض، أهم الناس اللي باش تكون موجودة في الدورة 48. كما قلنا الدورة 48 انتصرت للمسرح وستنتصر للمسرح مرة أخرى وألف مرة، بي أنا ولا بغيري. الدورة هذه كانت متميزة أنه أكثر من 90% من كما قلنا من أهم العروض المسرحية والفرجوية الموجودة في الساحة الثقافية. كي نحكيو على كاليجولا 2 للكبير فضل الجزيري، كي نحكيو على مسرحية شوق اللي ماخذة عدة جوائز وطنية ودولية، كيف نحكيو على دبابة المسرح وجيه الجندوبي بنات سعاد، نحكيو على الشباب المسرحيين اللي قاعدين يبذلوا في مجهود أكثر من طاقتهم كيما محمد علي التونسي أو بيان البريكي، مش شوفوه إن شاء الله غدوة على مسرح الكراكة، وباش ترى أنه هذوما اللي لازمنا نحتفيوا بهم لأنه هذوما مستقبل البلاد، هذوما اللي باش يكونوا جيل آخر، جيل باش يشد هالبلاد هذه إذا كان مش نسيبوها احنا ونجريو ونلهثوا وراء العروض اللي نلقاوها في كل مكان. المهرجانات عفوا وباحترامي لكل الرؤى الفنية لمديرين المهرجانات، ولكن أرى أنها تشبه بعضها إن لم تكن تتطابق. نحن في هذا المهرجان نحاول بكل ما أوتينا أن يكون مهرجان ذو خصوصية فنية راقية، أي عمل يكون راقي فيه فكر ووراه مجهود نحن معه قلبا وقالبا. أكيد احنا باش نتابعوا المهرجان تيلة العروض متاعه وتيلة الفعاليات متاعه، الدورة 48 اللي اختارت معتها انها تكون تحت اسم توفيق البحري، هذا الاختيار هو القلب يوجع راهو شوية. ما نحبش نقول انه بلادنا مالوغوزمون وكأن اصبحنا ما عادش نعترفوا بالجميل، كي نقولوا توفيق البحري نقولوا الضحكة، نقولوا تربينا جيل ورا جيل ورا جيل تربى على هذا العملاق صاحب الطلة الخفيفة صاحب الضحكة، شوف لي حل انت وانا وولادنا وابائنا ومازالت اجيال واجيال باش تضحك وتشيخ، شوف لي حل ولا كيف الشربة في الطاولة كيما حكاية. معناها هالرجل هذايا لا يقع تكريمه في مهرجان كرتاج، لا يقع تكريمه في أيام كرتاج المسرحية، لا يقع تكريمه في أبرز التظاهرات اللي بعد وفاته قامت عديد وعشرات التظاهرات المسرحية والفنية ولم نرى شخصا كرمه. هذا الحق أرى أنه مش عيب بركة ولكن تقصير كبير لفنانين أعطاه برشا في حياتهم، ونحن هنا أقل حاجة نعملوها أنه نعترف بجميل هذا الرجل اللي ما بخلش على الساحة الثقافية والفنية بعرق واحد أو بقطرة عرق واحدة، فهذا هو عامل عين مزية مش احنا عاملين عين مزية انه نسموا هذه الدورة باسمه.